الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. يوم عاشوراء، يوم أن نجى الله جل وعلا موسى عليه السلام ومن معه من بني إسرائيل من بطش فرعون. في 3 فوائد يعني أذكرها اليوم، والفوائد كثيرة جدا، لكن أنا أنبه على 3 فوائد فقط. الفائدة الأولى أن مع العسر يسرا، وأن الفرج والنصر مع الشدة، ولكن هذا يحتاج إلى يقين بالله سبحانه وتعالى. تخيل أن موسى عليه السلام وصل ومن معه إلى البحر، وكان فرعون من خلفه، فقال المؤمنون الموحدون: يا موسى إنا لمدركون، لا محالة، خلاص البحر قدامنا، فرعون من خلفنا، خلاص هيدركونا لا محالة. فقال موسى: كلا، إن معي ربي سيهدين. عنده يقين بالله سبحانه وتعالى الذي أمره أن يخرج ليلا إلى البحر، أن الله جل وعلا سينجيه لا يهلكه. هنا يأتي النصر ويأتي الفرج من الله سبحانه وتعالى. وبالتالي أنت لو كنت في ضائقة أو مشكلة أو أي شيء، ثق بأن الله جل وعلا مع يقين بالله سبحانه وتعالى القادر سبحانه وتعالى على أن ينجيك من هذا. ثق بالله وارضى به، وسيأتيك الفرج والنصر من الله سبحانه وتعالى. الشيء الثاني أو الفائدة الثانية في نفس هذا الموقف، الله جل لما كان عند موسى، سيدنا موسى يقين بالله سبحانه وتعالى أن الله جل وعلا سينجيه وسيفرج عنه ما هو فيه في هذه اللحظة العصيبة اللي سيقتل فيها ومن معه، الله جل وعلا يأمره، قال له: يا موسى، تخيل في هذا الموقف يقول له: يا موسى اضرب بعصاك البحر. طيب هذا نبي، هذا النبي أشد الناس بلاء، النبي هذا الله جل وعلا في هذا الموقف يقول له: يا موسى اضرب بعصاك البحر، عصا تضرب بحر، ماذا ستصنع العصا؟ لكن عنده يقين بالله سبحانه وتعالى الذي يأمر السماوات والأرض وتأتيه طوعا، وهذا كله ملك له سبحانه وتعالى، لم يتوانى ولم يعني يفكر في هذا الأمر، ماذا ستصنع يا رب هذه العصا بالبحر، ولكن امتثل لأمر الله سبحانه وتعالى أن اضرب بعصاك البحر. فضرب موسى فانفلق، فكان كل فرق فئات 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 على طول. ليه؟ لأنه كان في يقين بالله سبحانه وتعالى، وأخذ بالأسباب ولو كانت بسيطة، وكانت من عند الله سبحانه وتعالى، مؤيدة من عند الله سبحانه وتعالى، وضرب بعصاه البحر، فانفلق البحر، فكان كل فرق كالطود العظيم، كل ناحية كالجبل، ومر موسى ومن معه. فالأخذ بالأسباب من تمام التوكل على الله. قد يكون الإنسان فقير أو شيء، لكنه يعني يخرج نهارا لله سبحانه وتعالى، فيرزقه الله ويطعمه سبحانه وتعالى، ولو العمل ولو كان يسير يبارك الله جل وعلا فيه. وإذا كنت تعمل في مكان وتتقي الله، يجعل الله جل لك مخرجا في هذا، ويرزقك من حيث لا تحتسب. فالأخذ بالأسباب من تمام التوكل على الله. وكذلك لو تنظر أن الله جل وعلا أمر نوح عليه السلام أن يصنع سفينة من خشب ومسامير بسيطة جدا، ثم الله جل وعلا يصف هذا الموج الكبير بأنه كان كالجبال، وهي تجري بهم في موج كالجبال. ثم شوف الوصف الله سبحانه وتعالى ليس كوصف البشر، ومع ذلك نجى الله جل وعلا نوحا ومن معه من المؤمنين. وكذلك الله جل وعلا يقول لنبيه: وما رميت إذ، يأمره الله جل وعلا أن يأخذ حفنة من رمل ويرميها على المشركين، فكل رملة أو كل ذرة وكل حبة تقع على مشرك فتعميه. تخيل يعني النبي صلى الله عليه وسلم هيقول ايه، يعني هتعمل ايه الحبات الرمله دي؟ ولا نوح كان يقول: الخشب والمسامير ده هينجيني ازاي؟ وكذلك يقول لمريم: وهزي اليك بجذع النخله. سيدنا مريم تهز بجذع النخله، وهي امراه يعني في حال ولاده وحال ضعف، وتحتاج تحتاج لقوه الرجال، ثم يقول لها الله جل وعلا: هزي اليك بجذع النخله الكبيره، فتمتثل مريم عليه السلام، فيتنزل عليها الرطب. من الله جل وعلا كان قادر أن ينزل عليها الرطب، وكان قادر أن ينجي موسى بدون ضرب العصا، وكان قادر أن ينجي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بدون ما يرمي عليهم الرمل، وكان قادر أن ينجي نوحا بدون ما يصنع سفينة. لكن الله جل وعلا يعلمنا درسا، يقول أن تأخذ بالأسباب ولو كانت إيه، ولو كانت بسيطة جدا. ولك ارسل ايميلات، عايز تشتغل ارسل ايميلات، روح اعمل مقابلات انترفيوهات، لحد لما تستقر على عمل والله جل وعلا ييسر لك الامر. خذ بالاسباب وتوكل على الله، لا تجلس في، لا تتواكل، لا تتوكل، اجل قم وسر في سبيل الله سبحانه وتعالى، الله جل وعلا سيرزقك ويفرج عنك.
الشيء الثالث والدرس الثالث في هذه القصة وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى منهم. لما ذهب للمدينة وسأل عن اليهود لماذا يصومونه، قالوا لأنهم يعني لأن في هذا اليوم نجى الله موسى ومن معه، فاليهود يشكرون الله على نجاة موسى ومن معه من بني إسرائيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم، ونحن المسلمين نؤمن بجميع الأنبياء والمرسلين، قال: نحن أحق بموسى منهم. موسى هذا النبي الذين حرفوا التوراة، حرفوا كتابه، فنحن أحق بموسى منهم. طب أحق يعني أحق؟ يعني أحق بالشكر وحق بالفرح أن الله جل وعلا نجى موسى في هذا اليوم من اليهود والذين حرفوا ليه؟ حرفوا الكتاب. وبالتالي أنت نحن أحق هنا يعني عمل قلبي، نحن أحق بالفرح في قلوبنا من اليهود. إذن الشكر لله سبحانه وتعالى يكون بالقلب، تفرح لفرح المؤمنين وتعتقد أن هذه النجاة لم تكن إلا من الله سبحانه وتعالى، ولم ينجيه من هذا الموقف إلا الله سبحانه وتعالى. يبقى هنا يكون الشكر بالقلب، وفي شكر باللسان، تشكر الله جل وعلا، تحمده وتذكره وتقول الحمد لله نجى المؤمنين وكذلك. ويكون الشكر بالجوارح، بفعل الطاعات وكذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا الصيام في مثل هذا اليوم. بالتالي الشكر يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. هنا يتحقق الشكر، نحن أحق بموسى منهم، لذلك وضع لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا. يبقى الدرس إن مع العسر يسرا، والأخذ بالأسباب من تمام التوكل على الله. والشيء الثالث: نحن أحق بموسى منهم، نحن أحق بالفرح والرحمة، وبالتالي هذه الرحمات تتواجب منا الشكر، والشكر يكون بفعل الطاعات. فإذا جاءتك نعمة فاشكر الله جل وعلا عليها بفعلك للطاعات، وبشكر الله بقلبك، وبشكر الله بلسانك. جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم، وأسأل الله جل وعلا أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يعني ينزل علينا الرحمات كما نزل على موسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، وأن يبارك لنا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يهدينا جميعا إلى ما فيه الحق، وأن يخرجنا من الظلمات إلى النور. وأسأل الله جل وعلا أن يمتعكم جميعا بالصحة والعافية، وغفر الله لي ولكم، وغفر الله لكل من نشر هذا الكلام أو ساعد على نشره. السلام عليكم.